في خضم هذا النقاش اللي اليوم تطرح في علاقه بالعرض الوطني لتنشيط مؤسسات دور الشباب، واللي كان مبادره من وزاره الشباب والثقافه والتواصل، واللي في رايي كنعتبروا انه خطوه مهمه وخطوه اساسيه. اولا انه قدر انه يخلق واحد النقاش ويرجع واحد النقاش ويرجع واحد الحوار، واحد التداول، واحد الاخذ ورد حول يعني فرص واليات تدبير هذه المؤسسات. لا من خلال المجتمع المدني شفنا اتحاد المنظمات، شفنا الائتلاف المغربي لمجالس دور الشباب، شفنا مجموعه ديال الجمعيات اللي يعني كان عندها وجهه نظر وكان عندها يعني التفاعل مع هذه القضيه هذه. كذلك من جهه اخرى شفنا واحد الحركيه، واحد الديناميه من طرف الوزاره، لا على المستوى المحلي لا على المستوى الوطني، في خلق مشاورات، خلق لقاءات تواصليه، خلق نقاشات. وهذا اللي رجعنا اليوم يعني كائتلاف مغربي لمجالس دور الشباب ان ننوه بهذا النقاش المجتمعي اليوم حول مؤسسات دار الشباب، حول الادوار ديالها، حول طرق الحكامه ديالها، حول الشراكه ما بين المجتمع المدني وما بين يعني المؤسسات ديال الدوله اللي كتشرف على قضايا ديال الشباب. وهذا اللي كنطمحوا له انه يعطي اعاده الجاذبيه لهذه المؤسسات، انه يجعل هذه المؤسسات ديال دور الشباب مؤسسه دامجه، مؤسسه عندها واحد الطابع ديال الحكامه والتدبير مشترك ما بين المجتمع المدني، ما بين الشباب، وما بين اطر ديال الوزاره. كيبان لي بانه هذا الزخم وهذا الديناميه اللي تخلقت اليوم هي بشرة خير، لانه كاين مجتمع مدني حي يتابع يرصد. احنا كائتلاف لازم يعني نتابع يعني بصرامه وجديه يعني تفاعل المدراء دور الشباب والمديرات مع هذه المستجدات هذه. لازلنا حريصين على حضور يعني في لقائنا مع الوزاره، حضور مجالس دور الشباب في لجان الانتقاء، لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الاقليمي ولا على المستوى الجهوي. كاين مجموعه ديال الافكار اللي طرحات في هذا الاتجاه من اجل تعزيز هذه الخطوه هذه. وبطبيعه الحال يعني الامل القدام والافق مازال يعني مازال قدام. كنتمناو بانه فعلا يعني انه يعني تكون واحد الديناميه اللي تكون يعني تلتف حول هذه المؤسسه، ولكن ما نقولش باش ترجع الجاذبيه ديالها، باش انها تشعل يعني دار شباب دامجه للشباب مختلف. يعني لانه القضيه ماشي قضيه عرض او لا قضيه وثائق خصنا نملؤوها، ولكن هي قضيه ديال مشروع مجتمعي اليوم اللي خصنا نجلسوا له كاملين كاطراف، كمجتمع مدني، كدوله، مختلف المؤسسات، كبرلمان، كمختلف. لانه اللحظه ديال الفنيدق ولا يعني الصوره اللي شفنا في الفنيدق كتسائلنا كاملين، كتدفعنا اننا نراجعوا يعني منطلقاتنا، رؤيتنا للادوار ديال الشباب. سمحتي لي غنقطعك، كاين واحد بحال ملامح سوء فهم لهذا المشروع هذا، هو انه البعض كيشوف فيه بانه ما تمش الاستشاره مع الفاعلين، ما تمش الاستشاره مع المجتمع المدني، جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الوطنيه. وانتم كائتلاف واش تم الاستشاره معكم في وضع الملامح ديال هذا المشروع؟ بطبيعة الحال يعني كأي مشروع جديد في رأيي يعني ضروري خصو واحد المجهود كبير للتواصل، المواكبة، لتقوية القدرات ديال هذه الجمعيات وهذه الفاعلين. بطبيعة الحال كيفما أنه خصو آليات ديال التشاور اللي مو مأسسة. بطبيعة الحال كان عندنا حنا لقاءات، لأنه الائتلاف المغربي لمجالس دور الشباب هو واحد التجمع ديال مجالس دور الشباب، ديال الجمعيات الوطنية، ديال الجمعيات المحلية، ديال الفعاليات التربوية، واللي ناضل يعني انطلاقا من 2017 حول يعني تطوير هذه الاليات ديال التدبير، تطوير هذه الاليات ديال الشراكه، تطوير هذه الاليات ديال العمل المشترك، وبناء واحد المشروع مجتمعي لهذه المؤسسه. وبطبيعه الحال يعني كانت هناك يعني حنا قدمنا مجموعه ديال المذكرات، ماشي غير الوزاره، البرلمان، الحكومه، مجموعه ديال المحطات اللي كنا فيها حاضرين باش انه الدفاع على هذه المؤسسه هذه وتطويرها الى اخره. وبطبيعه الحال يعني كان بين اللقاءات اللي تنظمات واللي حضرنا لها مع الوزاره، لا في لقاءات فكريه نظمتها الوزاره ولا في لقاءات عمليه اللي حقيقه لامسنا بانه كاين واحد التصور جديد في عنصر التحديث، عنصر الرقمنه، عنصر العمل المشترك. بطبيعه الحال خص توسيع هذا الهامش وخص المأسسه ديالو بالشكل اللي يزيد يقوي الحظوظ ديال هذا الالتفاف، هذا الغيره، هذا الهم، هذا يعني هذا الالتفاف اللي عشناه اليوم خصو يزيد يتطور، يزيد يتمأسس، يزيد. وهذا هو يعني المبتغى ديال الائتلاف المغربي لمجالس دور الشباب اللي كيعتبر راسو ماشي هو بوحدو، هو طرف مع مختلف المكونات المجتمع المدني باش ان المؤسسات وان الدوله تتحمل مسؤوليتها في اعاده الاعتبار لهذه المؤسسات هذه.